ورجعنا من الفاصل، واحنا النهارده بنعمل مكرونه بالبشاميل بس بالسي فود. عملت ايه؟ سلقت المكرونه وهي خلاص اتسلقت معايا، وعملت الخلطه اللي هحشي بيها المكرونه، كانت عباره عن بصل وثوم، نزلت معاهم بالجمبري والكاليماري وقلبتهم كويس، ضفت لهم 2 طماطم مبشورين عليهم معلقتين صلصه، وسبتها لحد ما اتسبكت زي ما انتم شايفينها. هنعمل حاجه دلوقتي، اول حاجه هنعملها هنعمل بشاميل مع بعض. خلي ده هنا بس كده. وهعمل معاكم كمان وصفه، بصراحه لما المقادير لقيتها عندي قلت فرصه اوريكم وصفه حلوه جدا ممكن نستفيد بيها لو كان عندنا شويه جمبري وشويه كاليماري. هنفتح كده بس النار، نحط شويه الزيت هنا ونحط زيت هنا. البشاميل ما اعرفش ليه الناس كلها عندها مشاكل مع البشاميل، بس خلاص احنا بقى يعني ناس كتيره بقت بتعمل الطريقه، احنا بس عايزين نركز في ترتيب كل حاجه. يعني كل حاجه سهله لو عملناها بالخطوات بالظبط. اولا لازم الزيت والزبده يكونوا سخنين، دي اول حاجه. هحط هنا زبده، انا هسخنها بس لكن مش هشتغل فيها، هشتغل في البشاميل. حط الدقيق كده جنبي واللبن، طبعا عارفين كله كده تمام، ناقص بس المضرب. عايزه بس الزيت والزبده يبتدوا يسخنوا ويسيحوا مع بعض. وهنا نفس الكلام. الوصفه بتاعتي الثانيه هعملها ايه؟ هعملها عباره عن شيش بس للجمبري وللكاليماري، هوريه لكم كده. هنحطه في العصيان ونحطها مع بعض، ونعملها بصوص سهل جدا، ثوم وصويا صوص وطماطم شيري. هنبتدي مع بعض البشاميل زي ما احنا شايفين الحله قصادنا، حطينا زيت وزبده، هننزل خطوه خطوه كده بالدقيق. سخنت اهي خلاص، هنزل حبه حبه. كل معلقه دقيق بتحتاج كوبايه سايل، بس انا عشان يعني بقالي شويه بعمل بشاميل، بقالي كتير بعمل بشاميل، لكن هي كل كوبايه مع كل معلقه دقيق بتحتاج كوبايه سائل منها. انا هعمل بشاميل مش تقيل، ما بحبوش تقيل ولا خفيف، بحبه اللي هو الوسط ده. بس بننزل بالدقيق حبه حبه علشان نضمن ان هو لونه يبقى كويس وفي نفس الوقت ما يكلكعش. حتى لو كلكع ايه المشكله؟ انت ممكن جدا تضربيه في الخلاط وتصفيه، يعني انا مش عايزاكي تتضايقي خالص، كل حاجه ليها حل. بصي هنعمل ايه، هننزل باللبن شويه شويه، وفي نفس الوقت اهي ايد بتنزل اللبن وايد بتضرب. بس طبعا زي ما قلت لك قبل كده، لما بتنزلي اللبن المفروض يبقى دافي. يفضل وانت بتعملي بشاميل لاول مره او تاني مره او لسه جديده في الموضوع البشاميل، خلي دايما اللبن معاكي دافي. هقلب كده، هو كده كده بيتقل معانا، واحنا بقى بنحتاج نبص للسمك اللي احنا عايزينه. كل نوع اكله بيبقى ليها نوع بشاميل، يعني مثلا البشاميل بتاع المكرونه اللي بالسي فود البيضه بتبقى محتاجه نوع من زي البشاميل لكن بتبقى خفيفه. حبه صغيرين تاني، هيغلي معانا البشاميل. طبعا برضو الخطوه بتاعت الكريمه اللباني دي خطوه اختياريه، يعني ممكن تحطي وممكن يعني تشيليها خالص. بس بصي معايا البشاميل انا ما عملتوش تقيل لكن طلع كريمي كده ما خرصش. ليه؟ لان زي ما قلت لك اتبعي الخطوات، خلي الزيت والزبده يسخنوا، انزلي بالدقيق حبه حبه وقلبي، وبعدين وانت بتنزلي اللبن بتنزلي اللبن بايد والايد الثانيه فيها المضرب، فما بتديش فرصه ان الدقيق يكلكع. هو ده البشاميل اللي انا عايزاه، كل اللي مطلوب انه هيغلي بس يعني يسخن، هزود له شويه كريمه لبيه، خلي طعمه بصراحه غير عادي. وخلي بالك انك طول ما انت حاطه البشاميل على النار بيتقل زياده،
انا سايباه عشان انا عايزه الدرجه اللي هي بين انه يبقى تقيل قوي دي ما بحبهاش، والدرجه الخفيفه قوي دي ما تنفعش مع المكرونه. طيب انا البشاميل بتاعي خلص، خلينا نبتدي الاول نعمل صينيه المكرونه بتاعتنا وندخلها الفرن، وبعدين نعمل مع بعض. احنا كده كده مسخنين الزيت والزبده عشان الوصفه الثانيه. اول حاجه هنعملها ايه؟ خلاص عندنا البشاميل سخن، هننزل بالمكرونه. كل كميه المكرونه. طيب هنقول برضو ان المكرونه بشاميل دي مدارس، مدارس كتير قوي. انا المدرسه بتاعتي مختلفه شويه، يعني انا في ناس بيقولوا نحط مكرونه طابق وبعدين نحط الحشو ونحط المكرونه تاني. لا انا ما بعملش كده. هل كده تمام؟ لا هتلسع. طيب انا هعمل حاجه جامده جدا اهو، بشاميل بتاعي شويه مع المكرونه بس كده. الجيش قال اتصرف، كلمه دايما بابايا كان بيقولها لي. طيب دلوقتي المكرونه قلبناها مع البشاميل كلها، هحط لها شويه فلفل اسود مهمين جدا. في ناس كمان بتحط للبشاميل بيض، انا ما بحطش بيض، انا ما بحبش طعم البيض في البشاميل، بحس ان هو كده يعني لا يضيف اي شيء، وما اعرفش اللي بيضيف البيض اكيد ليه وجهه نظر، بس هي ملهاش دعوه بالوصفه وما تنفعش الوصفه في حاجه. حط بس معلقه صغيره عشان ما حطيتش خالص في البشاميل ملح، حط شويه ملح كده صغيرين، يعني انا ملحي قليل بس مش للدرجه دي. هناخد شويه فلفل اسود، ليه بحب قوي المكرونه اقلبها مع الخلطه ايا كانت اللي بعملها، سواء سي فود او لحمه او فراخ. يعني لما بتقطعي قطعه المكرونه كده بتجيلك بقى ايه، بدل ما بتحطي الحشوه في النص فتقطعي اخر حرفين كده ما فيهمش حشو، فالناس اللي بتاخد الحته اللي على الحرف دي بتتظلم. فاحنا عايزين نحقق مبدا المساواه حتى في اكل المكرونه. قلبنا المكرونه بالبشاميل، وده بيساعد على انها ايه تتماسك مع بعض، فلما تقطعيها تبقى خرطه واحده كده. برضو الخطوه بتاعه الجبنه دي اختيار. هنزل بايه بقى؟ هنزل بالصوص بتاعنا ده اللي هو عباره عن بصل وثوم وكاليماري وجمبري، كوبايه طماطم مبشوره وعليها معلقتين صلصه، وسبتهم كلهم مع بعض اتسبكوا بقوا بالشكل ده. هنقلب المكرونه كده مع بعض. هتقولوا لي ازاي يعني مكرونه بشاميل حمراء؟ انا بعملها كده، عايزاكم تجربوها بس هتحبوها جدا. ومش انا بس اللي بعملها كده، كمان الناس في المطبخ الايطالي بيعملوها كده. الاكل الايطالي في المكرونات بصراحه احلى مطبخ ممكن تاخدي منه مواصفات، وهو يعتبر المركز الثاني على العالم. المركز الاول طبعا بجداره للمطبخ الفرنسي. طيب هنعمل ايه بقى في البيض؟ البيض برضو كنت مستغربه قوي وصفه البيض في المكرونه بشاميل، بس بصراحه بعد ما اكلتها صلايه محروقه، بعد ما اكلتها لقيتها طعمها حلو جدا. احتاج بس طبق اقطع عليه كده، اقطعه على اقطع هنا كده. بصي بتجيبي البيض بتسلقيه عادي ما فيهوش اي افتكاسات، قلت مش معقوله كمان هعلمك تسلق البيض، يعني اكيد اكيد كلنا بنعرف نسلق البيض، فانا تنازلت على الخطوه دي. طيب هنضيف البيض، نشيل كل ده، خلاص احنا كده خلصنا الوصفة بتاعتنا، مكرونة بشاميل بالصوص الأحمر بالكاليماري بالجمبري والبيض على الطريقة الإيطالية. أتمنى إن شاء الله إنها تعجبكم. أنا بس بتأكد إن كله
بقى اهي هتساوي كده. هنساويها كلها تبقى في شكل، عشان شكلها بس لما تطلع تبقى كلها في سوا واحد، يبقى المكرونة متوزعة مع السي فود مع البيض. تمام كده. هنرش شوية الجبنة بره هنا قبل وهنرش كمان كريمة لباني، ملهاش دعوة بالرجيم خالص يعني، بس عشان محدش يعلق، هي ملهاش دعوة بالرجيم خالص نهائيا. هنجيب البشاميل بتاعنا، عادي هخليها جنبي لاني اكيد هاخد دول برضه، انا بس عايزه اجيب حاجه تكون نظيفه كاتولا دي. ممكن هنوزع بقى الصوص بتاع البشاميل كده، طبعا لازم يغطيها كويس. هناخد شوية دول مش هنسيب اي حاجة. تمام قوي كده. ممكن نجيب معلقة صغيرة نسوي بيها الصينية بتاعتنا. وزعنا كل البشاميل اهو معانا على الصينيه، حاطين في فرن سخن 180، وكل المقادير عندنا مستويه. يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجينها تدخل تتشمع مع بعض. ما تاخدش وقت خالص في السوا، تلت ساعه ارجوكي. البشاميل ما اعرفش ليه الناس بتسيبه، طب ما المكرونه مستويه وكل اللي فيها مستوي، حتى البشاميل مستوي. فلو سمحتي ما تسيبيهاش اكتر من تلت ساعه او ربع ساعه بالكتير. الخطوة اللي بتتعب قلبي دي اللي هي بتاعت الكريمة اللباني، بس بتفرق جدا جدا في طعم المكرونة. هفتح وانا فاتحة اصلا البوتاجاز وهو سخن. نعمل كده، هي هتتوزع لوحدها. وزع كده الكريمة اللباني على البشاميل مع الجبنة، ريحتها فظيعة يعني، لازم تبقوا معايا عشان تدوقوا بصراحة. هننزل كده هي مش سخنة لسه، هننزل المكرونة ونحطها في الفرن. هنكمل الوصفة بتاعتنا. وصفتنا هي النهاردة دي أنا أضفتها يعني. هنعمل ايه؟ هنعمل شيش بالجمبري والكاليماري. عندنا كاليماري، جمبري، شوية شبت وبقدونس، ثوم، طماطم شيري، وصويا صوص، والزبدة طبعا، والزيت، خلي اللبن يمكن نحتاجه. تمام؟ هنسيب الزيت والزبدة يسخنوا وهنعمل مع بعض. سهلة جدا. هندكك دي كده كأنك بتدككي أي حاجة. كده حط الجمبري، بس طبعا هو صغير ولازم يكون الجمبري في الوصفة دي كبير، بس أنا بصراحة قلت أستفيد منهم لأني لقيتهم كده موجودين، فقلت خسارة يعني، خلينا نعمل منهم حاجة يطلع طعمها حلو. معايا أهو كده، بتدككيها كده. حط الجمبري، ما حطيتش بقى بصل وطماطم ولا، لا ما حطيتش حاجه. احنا هنكتفي بطعمها مع صوص الثوم وصوص الصويا صوص وشويه الطماطم الشيري اللي عندنا. بندخلها كده وندككها، هي جامده فعادي يعني، تك عليها من غير ما تخافي.
بحط كمان 2 جمبري بس هم عشان صغيرين بالنسبة لهم يعني ايه، لكن لو كان جمبري كبير هيبقى سهل قوي. بتمسكي الحرف دي للجمبرية براسها فبتتدكك بمنتهى السهولة لو كانت اكبر شوية. طيب انا معايا كمية عملتها لكم، نعمل واحدة كمان قصادكم، نعمل كده اهي، بتدككيها طرفها وحرفها تدخل في النص عشان تمسك، ندخل الجمبري راسها وديلها. ندخل كده تمام ونكمل بالجمبري. يعني ده برضو لما يكون مثلا عندك وصفة وفاض منك حاجة خسارة، ممكن تعملي بيها حاجة يبقى طعمها حلو وجديد وبرضو مش هتاخد وقت. عشان كده دايما يبقى عندك الحاجات دي اللي هي العصيان دي بتاعت الشيش طاووق لو عندك في البيت ما بتخسرش. يعني انا عشان انا عندي فالوصفة بالنسبة لي كانت سهل جدا ان انا اعملها طالما المقادير موجودة والوصفة موجودة سهلة، يعني تنفيذها سهل. اغسل ايدي بس، كل اللي هعمله اني هحط شوية ملح عليهم، الزيت بس تخل قوي مش عايزة يسخن لهذه الدرجة، هتبلها كده وهي موجودة شوية ملح وشوية كمون شوية بابريكا تخلي لونها حلو قوي. طيب احنا هنعمل ايه؟ ولا حاجة خلاص، هنحط هنا كده احط بقى الثوم والصويا صوص انا دلوقتي هعمل ايه؟ هخلص كل الكمية دي وعندنا المكرونة طبعا بتستوي خلاص في الفرن، وحالا حالا هوريكم الطبق بعد ما استوي. والمكرونة البشاميل بتاعتنا اللي بالسي فود استوت وطلعت وده شكلها، وكمان عملت من الجمبري والكاليماري اللي فضلوا مني من الحشوه بتاعت المكرونه، عملت لكم شيش وده اللي ممكن تعمليه باي كميات، ممكن تفضل عندك تعملي منها وصفه جديده بطريقتك وهتطلع حلوه جدا. استعملت فيها توم وليمون وشويه صويا صوص. بالف هنا، ودايما دايما بتمنى لكم اوقات سعيده، ومع سنجاري دايما هتلاقوا الاكل ليه طعم تاني.